التحرش الإلكتروني. دلوقتي لو حد تم بيه التحرش الإلكتروني، إيه الخطوات المتبعة اللي المفترض إنه يعملها؟ أنا بس قبل ما تقول الخطوات المتبعة المفترض إن هو يعملها، يعني فكرنا بالتحرش الإلكتروني. هقول لحضرتك حاجه. التحرش عامه زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت هو اما بالاشاره اما باللفظ، اما التحرش الالكتروني دوت ليه سياق تاني مختلف خالص. في ناس بعض الاشخاص ممكن تسب او تشتم على الفيسبوك او جميع التواصل الاجتماعي، تمام؟ في بقى ملحوظه بقى عايز يعني اوضحها، ايه اللي بيخلي الطرف التاني يتحرش بالالكتروني؟ في بعض البناتنا اخواتنا والكلام ده كله دايما بيقعدوا يحطوا صور شخصيه ليهم على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. عايز اقول لك ان البرامج الحديثه والحاجات دي كلها لما يكون في عداوه شخص بيني وبينك، انا ممكن اخد الصوره دي اركبها باشكال تانية. هو ده اللي احنا بنلاحظه وبنلاقيه كتير، هو ده اللي بيجي لنا في المكاتب عندنا. الحق انا ليا صوره لقيتها فلان الفلاني مركبها وعامل لي مشاكل، تمام؟ ايه بقى الخطوات المتجره او اللي انا المفروض ان انا اخدها بعد هذا بعد الموضوع ده؟ انا باخد سكرين شوت واخد الاكونت او باخد ده بنسخ اللينك بتاع الاكونت ده بخليه عندي، واروح لاسم الشرطه او المنطقه اللي انا تابع ليها واروح اعمل محضر، تمام؟ احنا الشرطه عندنا بقت فيها وسائل حديثه جدا الفتره الاخيره دي، وسائل حديثه جدا. مجرد ما بتعرض الحاجات دي كلها هم بيجيبوا الشخص ده نفسه حتى لو شخص مجهول. اصل في اكونتات جديده او في حاجات ايميلات جديده بتحصل ايه، اسامي مجهوله وتلاقيه بيسيء لشخص ما، انا مش عارف الشخص ده اجيبه ازاي. الشرطه عندنا هنا المصريه وصلت لتكنولوجيا عاليه جدا، بمجرد صورتك اصلا الشخصيه انا هعرف اجيبها واجيب تفاصيلك واجيب الايه الحاجات كلها البنات كلها بتاعتك. تمام، يعني